يعاني النازحون الفلسطينيون بمدينة رفح الفلسطينية من نقص حاد في الطعام والمياه بسبب سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وأدى الحصار الإسرائيلي لمدينة رفح لتوقف مستشفى أبو يوسف النجار الذي يعتبر أحد المستشفيات الكبرى في مدينة رفح الفلسطينية عن تقديم الخدمة الطبية للنازحين. لا طعام، لا خيام، لا دواء. مثلث باتت أضلاعه تحاصر الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو تستحيل معه الحياة. المطابخ الخيرية كانت ملاذاً لمئات الأسر من أهالي مدينة رفح الفلسطينية قبل أن تقطع إسرائيل شرايين الحياة بإغلاقها المعابر، وهو ما يعني حرفياً انعدام المساعدات. ممكن تكون آخر يوم، لأنه بجد الوضع صار ما يساوي في رفح. نقص الوقود، نقص الغاز، حتى ما فيش إمكانيات إن إحنا نعملها. الناس بدأت تنزح، وإحنا هنا عدنا نزحنا زيهم. إحنا كنا نساعد النازحين، إحنا بدنا حدا الحين يساعدنا. وللنازحين الذين باتت تغريبتهم مشهدا يتكرر قصة تلو الأخرى، فبعد أن هربوا من الأجزاء الشرقية من رفح توهموا أن منطقة المواصي التي غصت بهم قد تكون أكثر أمنا وسلاما، ولكن ضنت عليهم الظروف بخيمة أو غذاء أو مياه. جينا زي تهديد، بيقولوا يعني اخلوا المكان كله، فطلعنا واحنا اصلا ما بدناش نسيب بيوتنا. وين نروح الواحد يشحطط ويتنطط هيك زي ما انت شايف؟ طلع كيف الواحد ما هو عارف ايش يعمل وايش يسوي. يعني ذل، الواحد بيطلع من بيته ذل، يعني الواحد ما بده يطلع، بس ايش الواحد يسوي؟ مأساة اخرى تجسدت في مستشفى ابو يوسف النجار في رفح الفلسطينية، فتمت محاصرة المرضى من الداخل والخارج، فلا يمكنهم الخروج، فيما منعت عنهم المساعدات الطبية والأدوية، ناهيك عن شح الوقود لتشغيل مولدات المستشفيات. وتستمر ملحمة الفلسطينيين الذين يواجهون عدوانا واسعا منذ 7 أكتوبر في مواجهة آلة حرب غاشمة ومعادلات نخبة سياسية دولية تقدم مصالحها قصيرة الأجل على حياة البشر، ولكن حلم أصحاب الحق لا يزول أبدا في العودة إلى الأرض.